أنا أعتقد أنه هناك مشاريع مميزة في الشرق الأوسط. لو ننظر للشرق الأوسط، في ظل تصاعد نجم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على الساحة الدولية، نشر موقع أمريكي مقالا يتضمن ما إذا كان من حق ولي العهد أن يحصل على حصانة رئيس الدولة، فما القصة؟ وفي التفاصيل، نشر موقع جاست سيكوريتي الأمريكي مقالاً مثيراً بعنوان هل من حق ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الحصول على حصانة رئيس الدولة؟ حيث أشار خلاله إلى أنه رغم أن بن سلمان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، إلا أنه ليس عضواً بما يطلق عليه الترويكا لحصانة مسؤولي الحكومات الأجنبية. وذكر أن القضية تأتي في وقت حساس بإطار العلاقات الأمريكية السعودية، وبداية نأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسها عن بن سلمان، لافتا إلى أنه الملك سلمان هو نظير الرئيس وليس ابنه بحسب غولف نيوز. وأشار الموقع قائلا: نحن الآن بانتظار رد الإدارة الأمريكية في 3 أكتوبر 2022 على طلب المحكمة بيان رأيها في القضية. فيما لفتت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أنه لا حصانة دبلوماسية لبن سلمان عقب تقديم الشكوى ضده بموجب الاختصاص القضائي العالمي، لافتة إلى أن النظام القضائي الفرنسي له قدرة الحكم على قضايا ارتكبها أجانب خارج فرنسا ومحاكمة المشتبه به طالما أنه يتواجد بأراضيها. وأشارت إلى أن عودة بن سلمان إلى الساحة الدولية وزيارته إلى فرنسا لا تعني أن مخاوفه المرتبطة بقضية خاشقجي قد انتهت، زاعمة أن الدليل على ذلك الشكوى التي رفع ضده أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة باريس بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري. وأكدت الصحيفة تقديم شكوى في باريس ضد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي، منبهة أن منظمتين غير حكوميتين استفادتا من وجوده على الأراضي الفرنسية لتقديم الشكوى لمحكمة باريس على أساس الولاية القضائية العالمية. وكشف حساب العهد الجديد الشهير عن تقديم الرياض إلى الخارجية الأمريكية بطلب يتعلق بمنح حصانة لبن سلمان، لافتا إلى أن الطلب جاء في أعقاب تطورات قضية سعد الجبري. وكان بن سلمان تقدم بدعوى عبر شركة يرأسها يتهم فيها المسؤول الاستخباري السابق الجبري في الفساد، وأكد أن الخارجية الأمريكية ردت بشكل سلبي الالتماس، مشيرة إلى أنه ليس رئيسا ليمنح الحصانة مع وجود قضية مرفوعة ضده بحسب المصدر السابق.